ضلاي فدي شاشة نعم يطلع أطلع نعم راكو فدعية قانونية باش تفهم حنايا عندنا الترخيص ديالنا وعندنا كلشي واه ورانا سلميين اشوف اخويا باش تفهم راني دخلت هذا يمشي روح هذا يمشي روح غادي يمشي روح صافي يمشي روح عندنا ما انا كاذبية انا كاذبية اروح احنا الوحيدين الله حل الطريق شوف حل الطريق حل الطريق راك تقول لنا روحوا نروح خلونا غير نسمعوا اخوتي المطلوب 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 هالوغش هالوغش قلنا قال لك سيدي حلوا لنا الشارع من هنا لا 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 يديروا اضراب الاضراب ديالك صح هذا هو المطلوب حل الشارع يعني روح تروح حل الشارع يعني روح تروح حل الشارع يعني روح تروح راكم تقولوا لنا روحوا تروح انا نقول لكم ليهم راه يطلبوا ماشي انا اللي كان صا يقول لهم لا اقول له لا اقول له لا اقول له لا لا الفوتي يرسنا ويدي الطاقسية اهات اريحوا ريح الله 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 اللي هي سلمية نتاع الناس نتاع الطاكسيات اللي كيطالبوا بمطالب اللي هي خفض الغازوال وهاد الزيادات المرتفعة والمهولة اللي راها كطالب في الشعب المغربي عامة وكاع الناس هاد الشيء هذا كيضر بالصالح العام كامل ما يحل والو تحلش الناجي ما تحلش الناجي تحل غادي نمشيو ما كاش كاع تحل نمشيو تحل نمشيو ما تحلش ما تحلش راه حنا هنا يقتلونا ويزيدوا يقتلونا ويزيدوا مالك دي نموتوا 20 مرة ولا نجور علينا وهنا يطلقوا جبار علينا والمحاولات نتاع رجال الامن اللي هي كيف كيديروا شنو تعرفتي كمان مئة واحد راه يشوف مطالب مشروعة مئة واحد راه مئة طالعة سلمية سلمية مطالب مشروعة سلمية تاعنا أمي بغاو يهضروا ما يجيبش معانا مقسم العاش اخوان بارطاجيو الله يرحم الوالدين بارطاجيو وطلعوا لي في طلعوا لي في هذه معركه تاع المغاربه ماشي نتا واحد الفئه معينه
ديروا بارطاج هذا الشارع، ديروا بارطاج، ديروا بارطاج، طلعوا لي في وبغينا كاع المغرب يعرف هذه راه معركه نتاع كاع الناس تاع كاع المغاربه. وغير الهدا غير الهدا ما كان والو. اشوف شوف اشوف اخوتي حل الطريق يعني راك تقول لنا روحوا تروحوا. شوف حنا شوف على الهضره اللي قال لك الى حليت اصوروا صحاب البيضاء وهنا قاعده واش دابا المظاهرات نتاع الاسعار المرتفعه نتاع الاخر نتاع الغازوال وليسونس والاخر راه كتطلع بارطاجيو 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 معركه نتاع كاع المغاربه في هذه الزيادات هذه اللي راها طالعه طالعه طالعه. احنا مع بلد الجميع ماشي لواحد الفئه معينه، كاع الناس تعيش كاملين ما نحيدوش صافي صافي اخوات الطريق روح تروح الى اخوات الطريق يقول لك روح تروح. سي عادل شي كلمه الله يجازيك بخير. علاش اخويا شي كلمه سي عادل؟ ايوا الله يسلعوا الله يسلعوا يكون الخير ان شاء الله يكون الخير. 250 واحد كيد يكون الخير يكون الخير ان شاء الله يكون الخير. شنو المطالب سي عادل؟ ايوا اخويا نستافدوا قيمه الدعم تاع غزوال المهني وصافي حنا ضايعين الصراحه هذا الشيء اللي كاين ويكون الخير. مرحبا سي عادل مرحبا مرحبا. اخوان بارطاجيو الله يخليكم بارطاجيو 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 عاونونا بالبارطاج عاونونا بالبارطاج راهم يطلعوا لي في راهم يطلعوا بارطاجيو. شي كلمه الان رحنا في واحد النضال كبير ما بين المخزن هنايا حيت بغاو يضربونا ويتعداو علينا وبغاو يفكوا هذا الاضراب في الطرق حيت ما كانش في ما خصوش واحد يدخل في السميدو كاملين الا بغاو بغاو يديروا اضراب بارد حنا ما خصناش اضراب. تقول انه ما كانش باغي الاضراب يطول يعني كانوا قايلين غادي الاضراب غادي يغي واحد النهار ولا يومين وروح تروح وما تدي والو كيما العاده. مرحبا دو الاخوان المتظاهرين متظاهرين هنايا وراهم صامدين هذا النهار الجاوج وراهم داخلين في النهار الثالث اما كيهدوهم بانهم جابوا لهم صحاب الديباناجات باش يديوهم ها هما اما صحاب الديباناجات كي باش يديوهم صحاب الديباناجات باش يديوهم ها هما ولي الامن الشرطه الشرطه زعما ولي ما عرفتش شكون هو هذا كيدير. بارطاجيو الاخوان بارطاجيو الله يرحم الوالدين بارطاجيو معركه نتاع الجميع اليوم فيا وغدا فيك وغير غدا في خوك وفي ولد عمك واختك وامك وانت والعالم كامل اللي كتعرفه وحنا كاملين كيف كيف كاملين ما بغيناش شي واحد ينضر في هذه البلاد هذه كاع بغينا مستوى المعيشه كاع تكون متوفره للجميع وما يكونش فرق ما بين الغني والفقير والناس بارطاجيو بارطاجيو الله يرحم الوالدين بارطاجيو كنعاودها بارطاجيو هما صحاب الديباناجات زعما كيهدوهم بانهم جابوا لهم صحاب الديباناجات وجابوا لهم اودي والله الا زعما زعما شيء يؤسف والله الا يؤسف والله الا شيء يؤسف. هنا كنشوفوا الناس ولي الامن ولي الامن كيهدوا المتظاهرين وكيقولوا لهم خرجوا ملاخو خرجوا من المظاهرة وهما مظاهرة زيد هنا زيد هنا زيد هنا زيد على الاخر كمان غير ولي ولي اللور ولي اللور حاس سلمي انت راك سلمي ما عليك والو الا ضربوك هما تعداو عليك غير ولي اللور انت راك تما وقف هاكك وخليه خليه يدخل فيك. بارطاجيو الاخوان الله يجازيكم بخير بارطاجيو 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 هما سيمي هذه راها حصريه هذه
هم جابوا السيمي انهم يخوفوك بالسيمي باش تضربوك. ها انت هناك تشوف بان ما عندك حتى شي حاجه في هذه البلاد هذه، ما عندك حتى شي حق في هذه البلاد هذه، يعني مغير انك تاكل الزرواطه هي هذه، ما عندك حتى شي حاجه في هذه البلاد مغير انك تاكل الزرواطه. ها انت هادو كيوكلوكم الزرواطه. ها انت هادي كيقول لك انت في هذه البلاد كتسوى زرواطه عصا، تهدر تاكل العصا. بارطاجي هادي راه معركه نتاع الجميع، وكاع الناس راهم بارطاجي بارطاجي، وطلعوا اللايف طلعوا اللايف وخليوا كاع المغاربه يجوا بارطاجي، وخلي كاع المغاربه يشوفوا هذا الشيء. هذا كلشي راه حزاف زبيطه، واش تشوفوا مره زبيطه كليل بارطاج اخوان. شاور معاه تشاور مع خوتك، ما ديش واحد الراي من الراس. كيف ما كنشوفوا كان سواو الزرواطه في هذه البلاد هذه، كان سواو غير الزرواطه في هذه البلاد هذه، كان سواو غير الزرواطه في هذه البلاد هذه. ها انت ها انت غادي تضربونا. مرحبا مرحبا العصا، مرحبا ماشي مشكل العصا راه حنا مولفين ماشي مشكل. المدرسه اللي كذا مولفين تاكل العصا والدراري تنضرب بالعصا والاخر خلي فيه ما غاديش ما غادي تما يبقى، وغير خلي الطريقه الاخر. ها بلع اللوطو نتاعك وكليها، ما غاديش يضربوا لك اللوطو غير بلع اللوطو نتاعك. ما تقلقوش الدراري راها سلميه. ها رجال الامن حاضرين، نتمنوا انهم رحنا اولادهم وخوتنا، وفيهم فيهم حتى هما كما نقولوا ما، ولكن ما كيبرهنوا لنا مره اخرى اننا كنسيو زرواطه في هذه البلاد، كتسوى زرواطه في هذه البلاد هذه. ها انت ها انتوما اخوان الاخوان ما يشوفوش علاش بالنهار ما جاش، علاش بالنهار ما جاش بالنهار. روح اخو اشوف من هنا كلشي يطلع من هنا، روحوا من هنا اخوان. بارطاجيو الله يرحم الوالدين، بارطاجيو 3000 واحد بارطاجيو الصباح خلاوهم. شوف 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 الخداع نتاع الدوله كي داير. شوف خلاو الصباح ما داروا والو، خلاو حتى العشيه بالليل عاد جابوا الامن باش يخويو المساء. انتوما متظاهرين هادو هما صورني على باز تصورت، راني مصور في الكوميسارية وراني مصور في الكوميسارية. ها انتوما يلا حسن مرحبا مرحبا. الله الف واحد راه كيشوف فيك. هضر اخويا كان هضر اخويا شوفوا هذا القمع ديالنا، هضر اخويا كان الف واحد المغرب كامل راه كيشوف قمعونا على حق المشروع ديالنا. المنطقه الشرقيه كتعتبر منطقه مركوبه، ما بقات فيها منطقه حدوديه، ما بقات فيها صرف، ما بقى فيها والو الغازوال. واش حنا اضراب هذا الاضراب دايرين هي الطاكسيات دايرين الشعب كامل، بصح الشعب خير زير الشعب الشعب مازال الشعب مازال شويه بشويه الشعب شكون يختش فيه؟ هانتوما ردوا هانتوما ردوا هانتوما
المنطقة الشرقية اللي هي منطقة حدودية ومنطقة وجدة، وهذا شارع محمد الخامس بالمناسبة اللي كيدي الحدود، يعني الباب نتاع الحدادة نتاع الجزائر. السكينة نتاع المنطقة كاملة كانت عايشة بفضل الحدادة اللي هي يعني كان المورد الأول للغازوال وليسونس، وبطبيعة الحال الآخر بطبيعة الحال الماكلة المواد الغذائية. ألور المنطقة الشرقية بلعوا الحدادة، طلعوا في المواد الغذائية، طلعوا في الغازوال، طلعوا في كذا، زيد زيد زيد، كاينة غير زيادة، زيد 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 يا ما تزيد. المشكلة هذا هو الوضع اللي ولات له المنطقة الشرقية اللي هي منطقة من كوبا، اللي ولات منطقة من كوبا، ولات منطقة نتاع لي روتريتي كنسميوها. كنقول لك اودي لي عندك روتريت زين، ارواح تعيش هنايا وارواح ترقد، ولكن الشباب شاب روح دبر على راسك، روح روح. هذا واحد هادو، شوف هذا كيتعدى، هذا اللي بالمناسبه هو هادي باناج، يعني واحد النهار غادي تجي عليه غادي يولي حتى هو يعمر الغازوال، واحد الثمن اللي غالي ورخيص. الور حنا هاد المنطقه الشرقيه اللي هي منطقه من كوبا اللي هي كتعاني في صمت، تحتضر في صمت. المنطقه الشرقيه كتحتضر في صمت، انها تحتضر في صمت والله مقبلته. هذاك البوليسي اللي ها راه لابس ديك الشرطه هذيك، عادي نورمال عادي. مولتي باناج خايف تصور، حشمان علاش راك تصور مسكين؟ الناس والله العظيم الى دوله تخجل الانتماء. سبحان الله شي مره تقول والله يا اخي لا شوف، والله لا شوف، هذا كرام قبيلته هو صورني طال انا صور في روحي لن انسى ولو اعلم حقوقي حقوقي من في عراقي ولن انسى ولو اعلم في الشمال كلنا بحال بحال في الشمال في الجنوب كلنا بحال بحال طبيعة الحال الشمال ما غاديش نوصلو كتشوف طنجة كتشوفها مدينة أوروبية وفيها يلا الشباب يلا للأسف الشديد ما كانش هنا قاع. شوف هادو قاع كاملين طاكسيات راهم قارين ياك. الور ما جاوش الصباح اللي كانوا كاع هادو متظاهرين كانوا هنايا متظاهرين. الور الليل راهم قابضين غير شي دراري اللي سخو، يعني كيما نقولوا واحد الكميه اللي قليله قابضه لا روليف عليهم. السلطه استغلت الفرصه وجات بالليل باش تفضل الاعتصام، ما عليهش مرحبا غدا عاوتاني لنا كيما نقولوا لنا قصه جديده، لنا بدايه عاوتاني. وما ضاع حق وراءه طالب، والحق يؤخذ ولا يعطى، يعني كما نقولوا الناس راها للاسف. بارطاجيو الاخوان الله يجازيكم بخير، بارطاجيو راه غادي يطفالي التليفون الباتري راه خاوي. بارطاجيو والله واحد البوليس اللي راه باغي يدي لي التليفون وراني ها والله العظيم والله راه الصباح والله الا مهزال بالله العلي العظيم. هادو كاملين طاكسيات راهم مقارين، الور فيهم كاين حتى الطاكسيات البويض راهم لتحت، ما تسناش فرصه باش تصورهم لكم. هذا اضراب اللي ماشي غير للطاكسيات، ابار الا كانوا غير الطاكسيات وقفوا لحقاش نضرهم الغازوال، راك انت غادي تنضر قدامي تمشي تشري البوطه ب 40
70 درهم ولا 50 درهم ولا 60 درهم كي تمشي تخلص الضو كي تمشي تخلص الماء كيزيدوا عليك بزاف الحوايج. راه غدا غادي تنضر انت غادي نضروا ولادك كي تمشي للتعليم العمومي وما تلقاش باش تخلصه لحقاش الا ردوه خصوصي راك ما غاديش تلقى باش تخلصه. الور الور بارطاجيو الله يجازيكم بخير بارطاجيو راه الناس تحية متبادلة ياسين شرفي كمال والله غير جاو في الضو الاعتصام بغاو في الضو الاعتصام ولكن ما غاديش يقدروا غدا غادي يوليو الناس وغادي يوليو يعتصموا لقاش هادو راهم هادو صاي هادو يعني كما نقولوا راه هادو هادو راه وصلت لهم العظم يعني كما نقولوا ما عندوش شي بديل غير انه يوقف غدا غادي يولي غدا غادي يولي وغادي يوقف لهم ولكن باش تعرف بان الدوله كدير ان الجهاز القمعي قريب كامل راه يشوفك اخويا البكا يقول الكلمه نتاعك راه قريب 2001 راه كيشوف دابا جاي كنا في هذا الليل مشينا نعسنا وجينا رغم ذلك جينا اوتو ستوب حتى لهنايا ورحنا هنايا الى اخر نفس. تحيه لطبيع شكرا شكرا بكاي مناضل كاي راح تما غير الحمد والله داك مول ديباناج اللي كان يجر غادي نوريه لكم داك مول ديباناج عندهم كريمه عندهم طاكسي يعني هما يعني والله غير ما كتفهمش انه كيضربك بيده انك كتدافع على الحقوق نتاعو وكيضربك سبحان الله والله غير الضحك كما قال لها لا هذه دوزيام بوزيسيون مور هذه ما يديوها صاي تحرك هارك تما راه عندك السالو صاي جهاز القمعي هادي هذا تقاطع واه خويا سي عزيز تحية نضالية شي كلمة راك واه سي عزيز ها هو سي عزيز راه طاح المناضل الكبير عزيز الداودي اللي يعني كيما نقولوا شكرا له هو البوليسي اللي راه باغي ياخذ راه باغي يدي لي التليفون راه غير دبر كيدير يدي التليفون اخوان بارطاجيو الله يجازيكم بخير والله ما قضيت كيعبد الدرهم اخويا زفزافي اناس والله ما قضيت كيعبد الدرهم هذاك انسان جاهل ما عارفش حقوق نتاعو ما عارفش اللي عليه واللي ليه واحد الانسان اللي يعني كما نقولوا كما قلت انت يقدر يكون عابد للدرهم او شيء من هذا القبيل الناس كطالب حقوق نتاعها في البرلمان وصدرجات في الجريده الرسميه ارطاجوا اخوان الله يجازيكم بخير سي الراشدي شي كلمه ما تهضرش كلمه ديال جميع الاخوان تحيه النضال ديال جميع الاخوان اللي راهم هنايا اللي كيساندونا وعلى هذه الحضره ان شاء الله ما غاديش نتخلاو عليها شكرا مرحبا بارطاجيو الاخوان سلميه بارطاجيو الاخوان راه بيكم نتوما تبارطاجيو نتوما بيكم اللي غادي توصل الرساله نتوما وصلوا واخا ما حضرتش واخا ما جيتش وصل غير بارطاجيو وصل مول ديباناج حتى هو كيدير الغازوال بثمن غالي ما بغانيش نصوره قال لك ما تصورنيش هو عنده طاكسي
ها ما سحب ديباناجات كيدرق مسكين حشمان براسه كدير واحد الحاجه ما تحشمش براسك ديرها وشوف عباد الله وحمر الا كدير شي حاجه اللي مريقله كتقمع خوتك اجي واحد النهار تتقمع فيه حتى انت ماشي مشكل تقمع اليوم وغدا تقمع هانيه ديجا راه مورينكم ها نتوما عندك جهه الشرقيه عند سوا زرواطه تهضر يهودولك السلام عليكم سي ناجي شي كلمه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نحيوا هاد الشرفاء اللي راكم كتشوفوهم الان هاد السائقين المهنيين اللي تعرضوا للشطات ديال السلطه اللي الاضراب هو حق مشروع حنا كسائقين في هاد البلاد ديالنا راه حنا محظورين ولكن الحمد لله كاين واحد الله سبحانه وتعالى اللي غادي ينصرنا وينصرنا ان شاء الله فكنحيي جميع هاد السائقين هادو اللي تفهموا الوضع وحلوا الطريق وهاد السائقين اللي كيقولوا ماشي مزيانين شوفوا الاسلوب تاعهم انهم حلوا الطريق من جهه السلطه حلينا لهم الطريق فتحيه نضاليه لجميع الاخوان والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا سي ناجي شكرا شكرا تمرني اخوان شكاين 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 مهم الى داو لي التليفون هاني ماشي مشكل مرحبا راه باغيين يديو باش ما كان الى داو ماشي مشكل هاني مرحبا والله الا وساوي المشكل هادي بابا قال لك كثرت الهم كضحك يهربوا كوبلوس قال لك هادشي منين خطر عقوب الفاشله شاد 80 تاكسي ولكن نتوما بقيتوا تقولوا طلعوا في 9 يوليو انا كنت منها شوف ليا كانت مبلعه شكون حنا واش انايا واش انا دوك نقابلوا على برا ولا نقابلوا لداخل كنفهموا اروح نوريها لك غادي نوريكم كيفاش هذا بوليسي هذا بوليسي دخلهم 6 يوليو دخلنا 9 يوليو دخلهم 6 يوليو شوف شوف هذا بوليسي هذا زبايطه كما نقولوا له حنش هذا حنش محشي في وسط الغاشي ها نتوما في وسط باش هاو هذاك اللي راه لابس كوير هذا هذاك حنش ها راه هذا حنش هذا تفاني تشوف